بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نجتمع في مقر شركة نقوى بالليث لورشة عمل زراعة بماء البحر، التحديات والفرص. في هذا اللقاء نجتمع مع خبراء محليين ومن المملكة العربية السعودية ومن عدة جهات، من جامعة كاوست ومن بعض الجامعات السعودية، من بعض الشركات التي نجحت في زراعة بماء البحر. هدفنا في هذا الاجتماع وهذه الورشة أن نناقش التحديات الموجودة، كيف نضع لها حلول، الفرص المتاحة، وكيف ننوع القاعدة الإنتاجية باستخدام مدخلات إنتاج هامشية جدا مثل ماء البحر وبعض الأراضي والسبخات التي لا تستقل حالياً.